اختيار سعد الحريري لباريس ما في شك انه انتجت وضع جديد ومتنت العلاقة القديمة الدائمة المستمرة بين باريس وبيروت، وأعطت العلاقة بعد جديد. حاولت باريس أنها وحاول المسؤولون الفرنسيون كبار المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وزير الخارجية، أكدوا من جديد حرصهم على لبنان وعلى استقرار اللبناني وعلى السلام اللبناني وعلى العلاقة الداخلية بين الفئات اللبنانية المختلفة، وهذا الشيء لازم يمكن السلطة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية، المؤسسات اللبنانية إنها تبدأ فعلا تكرس وجود واحد لدولة واحدة بالبلد ولسلاح واحد بالبلد ولقانون واحد بالبلد ولمرجعية واحدة بالبلد، مش لدويلات ومخيمات وسلاح بالداخل وسلاح بالخارج، سلاح تحت الخروبة وسلاح تحت الأرض، سلاح فوق السطح وسلاح تحت السطح. يعني ما بيصير استمرار هذا الوضع، لا يمكن انه يمكن لبنان او يسمح له انه يطلع من هالبلبلة الموجود فيها او يطلع من هالاضطراب الموجود فيه او هالعدم الاستقرار اللي عم يعيشه منذ فترة طويلة. لذلك علينا ان نحيط المساعي الحكومية او مساعي الرئيس الحريري بصورة خاصة واتصالاته ومحاولاته الجدية والمسؤولة لمعالجة هذا الأمر الكتير أساسي وكتير مهم وكتير أولي، ومنه يمكن أن ننطلق بتكوين الشخصية الحقيقية والراسخة للدولة ولهذا الجمهورية وللنظام ولهذا اللبنان اللي شاغل الكون هو أرزاته وكبته النية والتبولة والتبولة.